بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما أسعد من يوفق لإغاثة الملهوفين، ما أسعد من يوفق لإطعام الجائعين. وفي ظل ما يعاني أهلنا في قطاع غزة إثر هذه الحرب الشديدة من نقص في المأكل والمشرب، يسارع أهل الخير والعطاء ليخففوا جزءا من هذه المعاناة، إذ ننطلق بعون الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأربعاء السابع من شهر أغسطس، لنوزع تكية طعام 5 قدور على الأسر المتعففة المتضررة من أهلنا في قطاع غزة بعطاء كريم من وورد إيد كونفوي. فنقول لمن ساهم بهذا: بارك الله فيكم، أطعمكم الله ثمار الجنة كما أطعمتم أهل غزة، أغاثكم الله كما أغثتم أهل غزة. نسأل الله أن يخلف عليكم المال أموالا مضاعفة، أن يكتب لكم الأجر أجورا مباركة، أن يطعمكم ثمار الجنة كما أطعمتم أهل غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى متى، إلى متى؟